وللمزيد حول هذا المؤتمر الصحفي للمفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة سيد فولكر تورك، نتحول مباشرة إلى مراسلتنا آية السيد من عمان. أهلا بك معنا آية. آية، يعني عند المعبر، معبر رفح الحدودي بين مصر وقطاع غزة، قال فولكر إنه هذا المعبر أو هذه البوابة هي المؤدية للكابوس المستمر الذي يختنق فيه الفلسطينيون من جراء القصف المستمر على قطاع غزة. في هذا المؤتمر الصحفي وجه عدد من الدعوات للمجتمع الدولي، تبعتيها آية؟ صحيح، نعم. حقيقة منى، يعني زيارة اليوم المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان تأتي من أجل أن يروي لنا ما حدث أو ما شاهده أيضا على معبر رفح، وما كان يستمع له أيضا في مصر من الاعتداءات التي تحدث بحق المدنيين والأبرياء في قطاع غزة. المطالبات اليوم تأتي من أجل استمرارية الدعم لأهالي القطاع، وأيضا أن يكون هناك مساعدة أكبر من أجل أهالي قطاع غزة، من أجل إيقاف إطلاق النار، وأيضا من أجل المساعدة فيما يخص بالأخص المستشفيات. يعني فولكر تحدث حول بأنه فعلا هناك العديد من المستشفيات التي خرجت عن الخدمة وتوقفت، إلى جانب العديد من المستشفيات التي تتلقى يعني التهديد وتتلقى الإخلاء من أجل قصفها، مما يعني بأنه هناك جريمة كبرى، ولابد من التزام إسرائيل بالقوانين وأن تتنحى عن ما تقوم به من اعتداءات بحق المدنيين. كلام يعني المفوض لحقوق الإنسان كان واضحا اليوم، يبين بأنه هناك معاناة، يعني واضح من كلام فولكر بأنه فعلا يعني رأى المشهد عن قرب، نستطيع القول يعني بحضوره إلى معبر رفح، وعندما استمع أيضا من العديد من يعني الشخصيات واجتماعاته في مصر، كان هناك العديد من يعني التنبيهات التي تحدث في الجانب الفلسطيني. فبالتالي يعني اليوم زيارته تكون ملمة من أجل إحاطة الجميع بما يحدث حاليا في قطاع غزة، أن يكون هناك دعم أكثر. يعني أيضا أوضح بأن هناك استمرارية في التواصل والمتابعة عن كثب من أجل يعني إيقاف ما تقوم به القوات الإسرائيلية، ولن ينتهي هذا الصراع إلا بانتهاء الاحتلال. يعني هذه كانت جملة جوهرية تحدث عنها فولكر، بأن هذه الأزمة ستنتهي بانتهاء الاحتلال، بالتالي لابد من يعني وقف إطلاق النار، أن تعود مسارات يعني التفاوض، وأيضا أن نعود لقضية الفلسطينية، القضية الأساس من أجل نعم. حل الدولتين وإقامة يعني هي دولة ربما لفت نعم. للنظر أيضا هو تصريح للمفوض السامي لحقوق الإنسان، والذي أكد أن إسرائيل تستهدف المدنيين الفلسطينيين، وهذا يتعارض تماما مع تصريح جو بايدن الذي قال أنه إسرائيل تلتزم وتميز بين الأهداف الخاصة بحماس أو الإرهابيين كما وصفت وبين المدنيين. نعم محمد، حقيقة يعني بحوار فولكر تبين بأنه هو اطلع على الصور وعلى مقاطع تبين بأنه فعلا هناك استهداف مباشر للمدنيين، وليس يعني هذا يبين بأن هي الحرب ليست ما بين يعني جيوش وجيوش، وإنما هي جيوش تستهدف مدنيين، ما يبين بأن هذه جريمة حرب. بالتالي يعني اليوم الأمم المتحدة أو المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة يبين بأن ما تقوم به إسرائيل، يعني في النهاية ما يقوله وزير الخارجية الأمريكي من الممكن بحسب ما تم روايته من قبل يعني الحكومة الإسرائيلية، ولكنه اليوم هو يطلع على المشهد عن كثب من الدول التي تقدم الدعم، إن كان مصر أو الأردن، هذه الدول التي يعني تقدم الدعم من أجل يعني حل القضية الفلسطينية، من أجل دعم الفلسطينيين. قبل أن يأتي إلى الأردن كان متواجد في يعني معبر رفح، في العريش، وأيضا في القاهرة كان هناك العديد من الزيارات. أوضحت هذه الزيارة له المشهد عن قرب عندما قال بأنه رأى العديد من الأطفال المقتولين، الأطفال المتواجدين تحت الأنقاض إلى جانب المستشفيات التي تم يعني قصفها، والعديد من المناطق التي يتواجد بها المدنيين، ما يبين بأنه فعلا هو الآن يعلم ما يحدث على أرض الواقع، وأنه هناك استهداف مباشر لأهالي القطاع، وليس من أجل يعني قضية سياسية معينة، وإنما هو يعني ما يحدث هو من أجل قتل الأبرياء. بالتالي يعني هذه يعني كلمته اليوم تبين بأنه سيكون هناك متابعة، على أمل بأن يكون فعلا هناك دعم دولي كما قال، يعني من أجل يعني حل ما يحدث حاليا في قطاع غزة، ودعم يعني أهالي القطاع، وأيضا تقديم الخدمات المستمرة، مبينا بأنهم فعلا يحتاجون إلى خدمات أكثر وإلى استمرارية مكثفة في تقديم المساعدات لهم لدخولها إلى القطاع. نعم
نعم، يعني كنا نتابع وإياك هذا المؤتمر الصحفي، ورصدت لنا ربما أبرز ما جاء فيها على لسان المفوض السامي لحقوق الإنسان. أشكرك شكرا جزيلا زميلتي آية السيد، أنت دائما معنا من عمان، شكرا لك.